سيدي، هاد الدار هادي وهاد الفاجعة اللي وقعت هنا، اللي وقعت لينا هنايا، هاد الدار هادي كنت تشوف شحال شايبات فيها ديال الشماكرية وديال الناس اللي وشيرشي، فهمتي؟ والشماكرية واللي حاشاك شي فحشاء كتوقع هنا، لا إله إلا الله، وكنشوفو ولكن لا غالب، ما عندنا ما نديرو، والسلطات ما عندهاش عين بمجرد تشوف هاد الشيء اللي تيوقع هنايا. هاد المشكل دابا راه اليوم الخامس، اليوم خمس أيام باش وقع هاد المشكل هذا. ولادي انا كيلعبوا هنايا، ولادي كيلعبوا هنايا، كيخرجوا كيعطيوهم هذا الراجل الويفي بعض المرات، وتيشاطي وتيجلسوا تحت هذه البودره هذه اللي كتشوف دابا. لا كونوا مسافرين دابا هما عند جداهم دابا، كون راه المشكله اش غنقولوا، كون راه مشاو هنا الارواح هنايا، كيجلسوا الناس يصليو هنايا، وكيجلسوا الصلاه يعطيهم الصلاه ويجي يصلوا مساكن هنايا. واش غنقول لك، طريق رئيسيه وطريق زعما طريق رئيسيه ورقم واحد في المغرب اللي كتضم من طنجة حتى للقويرة، هي هادي. وشوف الواجهة كيفاش دايرة عندنا حنا في هاد البلاد هادي، وما كنرضاوش باش تشوفوا حنايا النصارى تيدوزو ويصوروا الأجانب، والناس مساكن ديال الخارج، المغاربة ديالنا، خوتنا اللي كيجيو من الخارج، تيقول لك واش تيسمعوا واحد الهضرة وتيلقاو هضرة أخرى، تيشوفوا هادشي اللي تيشوفوا دابا كيطيحوا بالقيمة ديالهم هما وديال بلادنا حنايا. السلطات اخويا جات، مني جات ايه، صوروا البارير مشاو بحالهم صافي، هادشي اللي عطى الله. السيد دابا هو معلق، لا هو لا طونوبيلته، دابا هو بيفك كاع هادشي راسو ويمشي، ولكن ها هو كيشوف عرام ديال الخيوط، هنا كاينين اتصالات، كاينين وي، كاين شي حاجه عرفناها، شي حاجه ما عرفناهاش. دابا لنفرض هو تشاهد شي غير سلك واحد اللي شاد هذيك السالوت هذه، وثانيا اعاده الهيكله للبحال، هادشي فين لي زونجينيور ديالنا، فينا هما الناس اللي كيتكلفوا الواجهات تبنات وما شافوش هادشي اللي واقع. دابا هو السالوت بحال هادي واقفه لا بودره لا والو، عباد الله، واش هادشي حق؟ واش هادشي هو تيشكل على الخطر على الساكنه، وزعما راه طريق رئيسيه والمره واللي كاين، واش عباد الله ما كايناش لانسبيكسيون في هذه البلاد؟ ما كاين والو، واش حنا الدوله المشروع الملكي خسروا هنا الملايير ديال الفلوس، واحد شويه اللي خاصو يتقدا هو ما كاين اللي رد ليه البال ولا اللي شافو، حتى مني شافو غمضوا عينيهم باش يتدخلوا السلطات ويمشي يجيبوا شكون لا جيريور يتكلف بهذا الشيء، بهذا البني هذا، ويوقفوا باباه على اسميتو، لان هذا الشيء اللي تيوقع لو زعما لا نكون طوموبيل ما يكون كانوا لا ارواح هنا، اش غنوقع اش غنديروا؟ ولادي كيجلسوا هنا. احنا كنطالبوا من السلطات يتدخلوا بحال هذا الشيء، وبالخصوص هذه الواجهه هذه، راه هاد الواجهه هادي راه مهمشه بزاف، خسروا الملاير وباقي الديور هنا مهدده للسقوط، شي داخل شي خارج شي، لا علاقه، حنا ما رضيناش، حنا ولاد البلاد وما كنرضاوش بهاد الشيء. الدنيا كلها تقدت، المغرب كله تقد الا هاد المنطقه هادي، هاد الناس ديال هاد البلاد هادي، هاد الناس ديال هاد البلاد هادي ما عندهم غيره على بلادهم، ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا من واحد من الشهود اللي كنت جالس في هاد القهوه هادي، كنا جالسين واحد شويه ما علينا ما بينا، حتى طاحت هاد الشرفه ديال هاد الدار هادي، طاحت هنا ممر ديال الراجلين، جاب الله ما كاين حتى شي واحد، الحمد لله طاحت على الطوموبيل هادي. السيد مول القهوه جاب الماء ديال سيدي علي وسيدي حراز مزابهم في هاد الطوموبيل، هبطهم القهوه، رجع بها سد الكفر، هاد الشرفه هبطت على الطوموبيل، كما كنقولوا على بون تكون على بون تكون واحد شويه. ودابا خمس ايام دابا وتا شي واحد من الدخل، لا الوقايه المدنيه نورمالمون كان هي تحضر هي الاولى، على سماوها الوقايه المدنيه ديال المدنيين، كان هي تحضر هي الاولى، جاو البوليس صحاب كما تنقولوا صحاب الديتيات، داروا هضر مشاو خمس ايام هذه ما جات حتى شي واحد، ما دخلت لا البلديه، على الاقل ينظفوا غير هذا الحطام هذا. هنا الشارع داخل المدينه ديريكت قريب للقصر الملكي، حنا مدينه سياحيه، كيوقفوا الحافلات ديال السياح بعد الضوء الاحمر، كيصوروا كيفيلميو، راه كيشوفوا بينا بلادنا هذه، راه بلادنا، راه حنا مغاربه كنموتوا على بلادنا، واخا المسؤولين ما عندهم سوق واكلين شاربين، لا حنا اللي حنا هما المسؤولين، حنا الشعب هو المسؤول على بلادنا. شنو كنطالبوا من السلطات؟ وكنطالبوا من السلطات باش يحيدوا بحال ما تشي، واش يداركم بحال هذه المواقف ما عمرها تتكرر، هذا الشيء اللي كاين، حنا ما بينا والو،
حنا ما بينا والو كلشي مع عند الله. غير بحال هاد المواقف هادو خصهم يحيدو. بسم الله الرحمن الرحيم. من اسم محمد أزروال صاحب السياره المتضرره من هذا الحادث. بالنسبه للواقعه يعني وقعت هذه 5 ايام تقريبا. انا مع 10:30 ديال الليل جاب الله انه ما كاين الارواح يعني كاين خسائر ماديه يعني السياره ضرت بزاف. فإطريت سقوط واحد الشرفه ديال هذا المنزل الالي للسقوط. يعني كنتمنوا من المسؤولين انه يدخلوا في اقرب وقت لان هذا الشارع يعتبر من الشارع الرئيسي. يعني كيدوزوا السياح كيصوروا كيدوزوا الناس كيصوروا يعني شو المدينه لان هذه واجهه ديال المدينه والشارع والطريق الرئيسي والشارع الرئيسي وقريب من القصر الملكي. يعني كنتمنوا يدخلوا باش يحيدوا هذه الكارثه لان تهدد الامن ديال الساكنه بن سرقاو.